أصدقائي المشاهدين، مساء الخير، السلام عليكم. في هذه الحلقة غادي نتكلموا على الرسالة الملكية اللي صفتها الملك اليوم الثلاثاء 26 شتنبير لرئيس الحكومة بخصوص إعداد مدونة جديدة للأسرة. طبعا هذا الموضوع فيه بزاف ديال النقاش، فيه بزاف ديال الجدل، لأنه هو موضوع كلاسيكي للنقاش بين الأطراف المحافظة، خصوصا الإسلاميين وبن كيران. كاين غير يلقى خدمة جديدة، غير يلقى ما يقول، والأطراف الأخرى اللي يعني كتصنف بأنها حداثية أو كتدافع على حقوق الإنسان وحقوق المرأة على الخصوص. اللجنة اللي غتكلف بإعداد المدونة ديال الأسرة هي لجنة علمية، هي اللي غادي توجد هذه المدونة هذه، وغادي ترفعها الملك طبعا، فيها وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. طبعا هذه الثلاثة المؤسسات كلهم يعني مؤسسات قضائية، كلها يعني كل مؤسسة عندها تخصصات ديالها وعندها جانب من الرأي ديالها. عندنا كذلك مؤسسات أخرى تهي غادي تتخذ بعين الاعتبار، من بينها طبعا المجلس العلمي الأعلى، عنده تخصصات وعنده رأي في هذا المجال، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وما إلى ذلك، ومؤسسات أخرى ديال المجتمع المدني والباحثين والمتخصصين وما إلى ذلك. اللي كيهمنا هو أن هذه اللجنة العلمية الثلاثية غادي توجد مدونة جديدة، ولكن شنو غيكون في هذه المدونة الجديدة؟ وعلاش احنا من بعد 20 سنة تنعرفوا ان في 2002-2003 كانت عندنا مدونة الأسرة اللي شكلت الثورة آنذاك بالمقارنة مع قانون الأحوال الشخصية القديم، علاش احنا بحاجة إلى مدونة جديدة؟ أولا هذه الرسالة الملكية اللي جات يعني بهذه الطريقة هذه كتأكد على واحد مسألة مهمة جدا، وهي أننا في المغرب الخدمة اللي خصها الدار سواء تشريعية أو لا الخاص مثلا بمجال الرياضة أو بمجالات أخرى، الحياة تستمر. حنا ما توقفناش بالنسبة للزلزال، كاين يعني غدا كتناقش المسألة ديال إحداث وكالة لتنمية مناطق الزلزال أو مناطق يعني منطقة الأطلس، وكاين كذلك الأطفال ديال ضحايا أو الأيتام ديال الزلزال تعتبروا يعني بتوجيهات من الملك من مكفولي الأمة، وهذا كيدل على ان الحياه تستمر. يعني بالنسبه لنا حنا ما غاديش نتوقفوا المشاريع اللي خصها تناقش. وفعلا كان يعني في الخطاب الملكي ديال 2022 شفنا انه كانت الاشاره الى ضروره يعني هاد يعني الورش ديال مدونه الاسره. علاش الملك مدونه الاسره؟ الجواب ببساطه هو ان هاد مدونه الاسره فيها حساسيه كبيره. لو ان الامر يتعلق بقانون اخر اقل اهميه ربما ما فيهاش نقاش مجتمعي وفيها ايديولوجيا وسياسيه وشد لي نقطع عليك وهادو ما هادو، كان يعني المؤسسات يعني المؤسسه ديال الحكومه مع فاعلين غادي يدوا واحد المشروع غادي يقدموه الى اخره يعني ببساطه. ولكن هاد الامور المصيريه، لان شفنا في 2002 كيفاش ان المجتمع المغربي انقسم الى قطبين، قطب كبير كان ديك الساعات فيه العدل والإحسان فاش كانت في الأوج ديالها، دابا مات الله يرحمها، في العدل والإحسان والعدالة والتنمية عاد بادية ما يعني ما كانش عندها واحد الأهمية، وبزاف ديال الإسلاميين وجميع يعني التشكيلات المحسوبة على الإسلام السياسي خرجت في كازا، وكاين كذلك صاحب حقوق الإنسان وحقوق المرأة في الدار البيضاء، وكان قسم الرأي يعني هذيك المظاهرة يعني هذا الموضوع هذا موضوع حساس. اشنو بالضبط غادي يتصلح في هذه مدونه الاسره؟ وعلاش حنا بالضبط المغاربه بيناتنا خلاف كبير على هذا الموضوع هذا؟ تيبان انه بالنسبه انا تنعتقد بانه في مثلا في دول افريقيه ما غاديش يدير، غادي يدير نقاش بين المتخصصين وبين يعني الناس والمنظمات اللي مهتمه مثلا بالمجتمع وبالمراه وبالاسره، ولكن ماشي لهذه الدرجه من جدال، لانه كاين تاويلات ايديولوجيه. المحافظين دائما كيقلبوا خصوصا الإسلام السياسي كيقلبوا على أدنى هفوة التأويلات ديال المؤامرات ديال أنه هاد الناس باغين يعني إحنا دولة إسلامية إلى آخره. أشنو بالضبط غادي يتناقش باش نكونوا عقلانيين ونكونوا موضوعيين؟ كاين شي حوايج اللي فيهم الظلم، بحال الولاية للمرأة، الولاية كتعطى للراجل، واخا المرأة دابا تتصور تيطلقوا مثلا وكتبقى الولايه عند الرجل والدراري عند المراه،
يعني هي ما تقدرش تحول ولادها من مؤسسه لمؤسسه، حتى ملي ما يتلقوش من عادي كتلقى مثلا في المدن الكبرى كتلقى الام هي اللي كتصرع، هي اللي دابزه مع ولادها، هي اللي كتقريهم، هي اللي كدير بزاف ديال الحوايج، ولكن في النهايه خصها تجي تاخذ الاذن عند راجلها لانه هو اللي عنده الولايه. علاش ما تكونش عندهم الولايه بجوج عاديه، وخصوصا انهم كلهم كينفقوا كلهم عندهم نفس الحقوق. هذه من جانب. من جانب اخر عندنا زواج ديال القاصرات. الاحصائيات كتاكد بانه كاينين الناس رجال اعمال، اما اساتذه، ناس مثقفين كبار في السن 50 سنه 40 سنه 60 سنه كيتزوج لك بقاصر. هذا مازال بعض الناس مثلا تيكونوا مثلا كلهم صغار، العادات والتقاليد مثلا في منطقه جبليه وغيتزوج مثلا هذيك 17 عام 16 عام، ما ماشي مشكل. ولكن فاش تشوف انه كاين هاد التفاوتات كامله الطبقيه والمجاليه وتفاوت في العمر، وواحد كيتزوج قاصر، هذا طرح علامه استفهام. واش هذا اغتصاب؟ واش هذا يعني زواج القاصر؟ واش هو بيدوفيليا؟ واش هنا كطرح الاسئله. كاين كذلك زواج المغربيات بغير المسلمات بغير المسلمين، هذا كذلك كيطرح نقاش. كنعرفوا داك البوليميك ديال خصو يقول خصو يشهد وخصو يدخل الاسلام، طبعا هو كيشهد ما عرفنا واش مسلم ولا ماشي مسلم، هذا مساله اخرى، وكيقول ليه نختنوه، بزاف ديال الحكايات والنكات كتحكى بهذا الصدد هذا. اذا هنا خاص المدونه تبت في هذا الامر هذا، وكذلك الحضانه وحضانه الاطفال ما بعد الطلاق والحق ديال الزياره وتعويض عن المسكين، النيابه الشرعيه، بزاف ديال الحوايج، النفقه، المتعه، النسب، بزاف ديال الحوايج يعني خاصها تراجع في هاد المدونه هذه. طبعا احنا ما نقدروش نقولوا ها كيفاش غادي تراجع ولا ها كيفاش غادي تحط، كاين بزاف ديال الباحثين بينهم اسماء مرابط اللي هي متخصصه في قضايا المتعلقه بالمراه والاسره، ومن بينهم يعني وجوه كثيره يعني كتحسب اما على اليمين او لا على اليسار، كلهم كل واحد كيحاول انه يقدم الراي ديالو. كاين يعني الاراء اللي هي غير شعبويه وكتركب وكتحاول تاول يعني بطريقه مغلوطه، ولكن كاين كذلك من كلا الجانبين ناس كيقدموا مقترحات، ولكن كذلك كيقدموا حجج. ما نقدروش حنا نقولوا ان الولايه خص اوتوماتيكمون تكون عندهم بجوج، هذا تقديرات، ولا المسكن، ولا هاد بزاف ديال الحوايج هما محط خلاف. وهنا كيبان التحكيم الملكي، لانه في المغرب ولفنا هذه القضيه هذه، فاش كيكون شي خلاف كبير كيجي التحكيم الملكي باش يدير، غالبا ما كيدير الحلول الوسطى، تيدير الحلول الوسطى وتيدير شي تخريجه للتوفيق بين الاراء المتعارضه، وكندوزو منها يعني بسلام كما كيتقال. اذا هذا القانون ديال مدونه الاسره من المفروض انه او من المحتمل انه غادي يثير واحد الجدل كبير في المجتمع المغربي. حنا غادي نبقاو مواكبين هذا النقاش هذا، وغادي نسمعوا لجميع الاطراف، وغادي نسمعوا مختلف وجهات النظر المتعارضه حول هذا الموقف هذا. اذا كان عندكم راي بخصوص مدونه الاسره، سواء كان يعني محافظ يميني او يعني حداثي منفتح مناصر لحقوق المراه، ما تنساوش انكم تخليوا الاراء ديالكم ولكن مدلله بحجاج دون سب او شتم، مع احترام اخلاقيه النقاش. الى اللقاء.